مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بصحة وسلامة يا رب. بسوي محسوب بطريقة الوالدة، أمي عليها محسوب مرة لذيذ، والطريقة مرة سهلة. تحتاجوا أول حاجة خبز الحب، يعني حتى الخبز أنتم مو لازم تسووه، تشتروه جاهز اللي فيه له شمر وحبة سودة، يجي كده شكله فيه له شمر وحبة سودة. خبز الحجازي اسمه حب، لونه بني كده بدي الطريقة. نحتاج موز قطعته من الصباح عشان كده سودت شوية، زبدة أو سمن إذا ما عندكم زبدة. اللي ما عنده خبز الحب هذا يضيف للوصفة شمر وحبة سودة، قشطة، سكر، وعندي هنا هيل مطحون، تمام؟ وهذه الطاولة، الحين أوريكم إيش أسوي. طبعا الوصفة هذه تحتاج كمية سمن أو زبدة. أول حاجة نعملها نحط الخبز، هذا الطريقة، حنحط زبدة. طيب الطاوة حارة، فحنبدأ بالطاوة، شوفوا كيف حارة، تمام؟ فحنحط زبدة بس يدوب إنها تغطي الخبز، أوكي؟ ونبدأ تنتبهوا إن الخبز لا ينحرق، تبدأوا تحمروا الخبز ده، يتحمر، بسم الله. بس اتحمر وارجع لكم اوريكم ايش نسوي. يعني ما تبغوا ينحرق، تبغوا اتحمر معاكم، اتقرمش كأنكم بتقلوا الخبز هذا بالزيت. حنضيف له سكر، تحطوا السكر على حسب الرغبة، انتوا ايش تبغوا تحطوا سكر مي مشكلة، يعني حطوه على حسب اللي انتوا تبغوها. بدي الطريقة، ممكن تضيفوا لها شوية هيل مطحون، ممكن تضيفوا لها إذا ما فيها شمر وحبة سودة، تقدروا تضيفوا لها حبة سودة وشمر، أوكي؟ شوفوا كيف تقرمش، شايفين الصوت كيف؟ تبغوا بدي الطريقة، شوفوا كل حبة كيف، زي كذا. طيب كده الخبز صار معايا بهذا الشكل، أوكي؟ هناخده ونحطه في صحن على جنب، ودحين نضيف كمان زبدة زيادة، اوكي؟ حنحط ايش؟ نحط الموز عشان ينطبخ. انا قيدي حاطة سكر مع الخبز، فممكن ما تحتاجوا تحطوا سكر زيادة، سكر على حسب الرغبة انتوا ايش تبغوا تسووا، بس انتبهوا ما يكون مرة عالي. شايفين كيف اتحمر؟ تبغوا الموز كذا يتكرمل يتحمر، عشان هو هذا اللي حيعطي له اللذاذة، تمام؟ انتبهوا بس لا ينحرق. شايفين كيف الموز اتكرمل بهذه الطريقة؟ شايفين هذا اللي حيخلي المعصوب حقكم يطلع مرة سهل. الحين ايش نعمل؟ اوكي، نضيف الخبز فوقه، تمام؟ حضيف كمان شوية هيل بالطريقة على حسب الرغبة اللي تبغوها، ونبدأ نقلب. إذا تحتاجوا تحسوا تحتاجوا سمن أو زيت زيادة ضيفوا. نبدأ نقلب بهذه الطريقة علينا لما ينهرس شوية الموز، يعني كمية الموز لازم يكون نفس كمية الخبز، تمام؟ ما عندي للأسف، فنبدأ نقلبها بهذه الطريقة. تاخدوا حبة تدوبوا، شوفوا السكر حقها كويس ولا لا، تاخدوا حبة وتدوبوا. إذا تحسوه ناشف شوية ممكن كمان تاخدوا شوية سمن أو زبدة تضيفوا معاها. سكر مو مرة، ممكن تضيفوا سكر زيادة، أوكي؟ نبدأ نخلط بهذه الطريقة. تتحكموا في الحرارة عشان لا يسود معاكم، لانه لو انحرق يمرر زي ما انتم عارفين. بس شايفين نخلطها شويه مع الموز مع بعضها كيف، سامعين صوت الخبز كيف مدمر؟ هذا ألذ ممكن تذوقوه في حياتكم، مره شيء لذيذ. في الاخير حنضيف لها عسل.
آخر حاجة خلاص كده خلصنا، كده صار شكلها بدي طريقة. آخر شيء نضيفه حنجيب قشطة، حبة قشطة نحطها من فوق بدي طريقة، أوكي نوزعها شوية. بعدين نجيب ممكن عسل، أي عسل عندكم تحطوه من فوق بدي الطريقة، رشوا مع شوية حبة سودة للتزيين، ممكن شوية ورد مديني بس يعطي لون ومنظر وشكل كده. خلاص هذا آخر حاجة، ممكن نضيف كمان عسل زيادة. معصوب أمي كده صار جاهز، إيش رأيكم؟ من عجبته الفكرة؟ حمسكم شوية عشان تقوموا تطبخوها وتسووها. شوف الخبز يجيكم مقرمش وتاكلوا حار ومتوازن السكر عشان انتم متحكمين فيه. ما احب المعصوب اللي يجي مجعجع كده في اللي في السوق، احبه كده يكون مقرمش. ووصفة مرة سهلة ولذيذة، ويعني تعملوها في بيتكم بكل سهولة. ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم، يعطيكم العافية.